التوقعات العامة لجميع الطوالع والأبراج. برج الحمل، هناك فرصة للسفر، تغيير في الحال، وأنت على مفترق طرق، وانتبه من العصبية. برج الثور، هناك تطور روحي مهم، تحتاج لبعض العزلة، انتبه من الأعداء هذه الفترة. برج الجوزاء، هناك حسم للعلاقات وفرص مالية، انتبه من الإنفاق الزائد. برج السرطان، هناك تخطي لأزمة صحية وإعادة ترتيب في روتين حياتك. كل مجهود بذلته خلال آخر 6 أشهر ستقطف ثماره بإذن الله. برج الأسد، تشعر بالوحدة وعدم التقدير، تحتاج لتغيير أساليب التعامل مع الحبيب. فترة مثمرة عمليا لكن ضعيفة عاطفيا. برج العذراء، تشغلك أمور عائلية وتحل بعض المشاكل الخاصة بالبيت. ربما تفكر بشراء أرض أو عقار. برج الميزان، تتواصل بشكل مكثف مع محيطك وتنشط اجتماعيا، لكن احذر دخول أي علاقة جديدة هذه الفترة. برج العقرب، هناك استقرار بعد فترة تأرجح ومداخيل مالية بدون تعب أو من شخص مقرب. برج القوس، هناك فرصة كبيرة للحمل وتركيز تام على النفس، وهناك أفكار ومعتقدات جديدة ونهايات لعلاقات كارمية. برج الجدي، انتبه لصحتك النفسية، وقد تشعر بمشاعر سلبية ويكون ذلك نتيجة لتأثير القمر عليك. برج الدلو، هناك شراكات عمل جديدة وعقود، وربما تسافر سفرا فجائيا وغالبا من مدينة لأخرى أو لبلد قريب. برج الحوت، تكون محط اهتمام أحد المقربين، حظوظك المالية قوية هذه الفترة.